السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه زوينه اللي عنده تشقق في القدمين. هنايا غنحتاج بيكربونات الصوديوم ونصف كاس من الملح ديال الطعام اللي كان ناكلو في الطعام، وعصير حامضه هو ماء دافئ. المهم هنايا كناخدو شي بانيو كنخوي فيه الماء دافئ، من بعد كنضيف عليه الملح. انا درت نصف كاس كبير، من بعد غنضيف عليه 3 المعالق ديال بيكربونات الصوديوم. هاد الوصفة زوينة حتى الناس اللي كيخدموا بزاف كيوقفوا بزاف في الخدمة، كيكون عندهم هاد المشكل ديال التشقق في القدمين. الصراحة زوينة من اول استعمال كتبان نتيجة. وهنايا كنضيف عليها عصير حامضة، درت الملح والبيكربونات الصوديوم، درت 3 المعالق كبار، كنضيف عليهم عصير حامضة. من بعد كنحركوا هاد العناصر هادو، من بعد كنديروا فيها رجيلاتنا لمدة 20 دقيقة، نخليوهم في الماء لمدة 20 دقيقة. من بعد ما تدوز 20 دقيقة كنشفو رجيلاتنا بشي فوطة، كنشفوهم مزيان، ومن بعد كنحكوهم بهاد الحكاكة. هادي راه موجودة، اي واحد تلقاها عندو هاد الحكاكة ولا هادي اللي كتخدم بالحجر. المهم كاينين انواع بزاف، كل واحد ولا عندو. صافي كنحك داك الجلد الميت حتى كيتهيد كامل يتقشر. صافي من بعد كندهنوه بشي كريم مرطب بحال هذا ديال نيفيا، زوين بزاف. اللي عندوش يدير فازلين يكفي. صافي وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوش لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا والسلام عليكم.